متتبعي ومتتبعات قناة برو 25. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين درس دراسة الدوال العددية. إذن التمرين يقول نعتبر الدالة F المعرفة كالتالي: F x تساوي الجذر مربع ديال 4x كاري زائد 2x ناقص 2. السؤال الأول: حدد دي ديال F وحدد F بريم ديال x. إذا نبدأ بتحديد مجموعة التعريف. إذا دي ديال F تساوي X كتنتمي ل R كعدد حقيقي. هنا خصني ندير الشروط أو الشرط وجود الدالة. عندنا جذر مربع، إذا ما بداخل الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. إذا 4X مربع زائد 2X ناقص 2. إذا عندنا واحد المتراجحة. طريقة حل المتراجحات كنستعملو جدول الإشارة. إذا باش نستعمل جدول الإشارة خصني نحاول نرجح هاد المتراجحة على شكل حدود من الدرجة الأولى. إذا خصني ندير دلتا. إذا نوضعو عندنا 4X مربع زائد 2X ناقص 2 كتساوي صفر. غادي نحل هاد المعادلة هادي. إذا هنا من الأحسن ندير أ و ب و سي باش ما نغلطش. إذا أ المعامل ديال إكس كاري هي 4، ب المعامل ديال إكس هي 2، و سي عدد ثابت اللي هو ناقص 2. إذا دلتا كيساوي لنا ب كاري ناقص 4 أ سي تساوي إذا 4 أس 2 أو 2 أس 2 بكاري ناقص 4 في 4 في ناقص 2. إذن 4 ناقص في ناقص تكون لي زائد 4 في 4 16، 16 في 2 32. إذن دلتا كتساوي 36. إذن بما أن دلتا أكبر من صفر فإن الحدودية لها جذران، يعني المعادلة تقبل حلين. إذا الحل الأول هو إكس واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على جوج أ. إذا ناقص ب أي ناقص 4 أو ناقص 2 ناقص جذر دلتا اللي هو جذر 36 على جوج أ أي جوج في 4 اللي هي 8. إذا ناقص 2 جذر 36 هي 6، يعني ناقص 2 ناقص 6 ناقص 8 على 8 هي ناقص 1. والعدد الحل الثاني اللي هو إكس 2، إذا ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ أي ناقص 2 جذر 36 هي 6، إذا زائد 6 على 8. إذا ناقص 2 زائد 6 هي 4، 4 على 8 هي 1 على 2 بعد الاختزال. دونك لقينا حلين. إذا غادي نحددو جدول الإشارة ومنه جدول الإشارة. إذا جدول الإشارة، إذا إكس 4 إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 2 ناقص لا نهاية. كنرتب الجذور من الصغير للكبير. دونك عندنا ناقص 1 وعندنا 1 على 2 عندنا زائد لا نهاية. إذا الحدودية كتنعدم في ناقص 1 وكتنعدم في 1 على 2. إذا إشارة حدودية من الدرجة الثانية خارج الجذرين كيكون عندنا إشارة أ، وأ كتساوي لنا 4 يعني عدد موجب. داخل الجذرين عكس إشارة أ، ومنه كنلقاو دي ديال إف. إذا حلنا أكبر أو تساوي صفر يعني غادي ناخد المجالات الموجبة فين كاين زائد. إذا المجال الأول هو ناقص لا نهاية ناقص 1،
اذا واحد واش داخله ولا خارجه على حسب هنا واش اكبر او تساوي ولا اكبر قطعا. اذا اكبر او تساوي يعني حتى الواحد راها داخله، كذلك واحد على جوج زائد لا نهايه. اذا هذه مجموعه تعريف هذه المترج هذه الداله. الان السؤال المولي اللي هو حساب اف بريم يعني الداله المشتقه. اذا دائما في الداله المشتقه خصني نفتح المجالات، اذا مهما يكون اكس كتنتمي من ناقص لا نهايه ناقص واحد المجال مفتوح اتحاد واحد على جوج زائد لا نهايه. اذا نحسبوا، اذا كقاعده بالنسبه للشقاق جدر اي الشقق ديالها هو اي بريم على جوج جدر اي. اذا اف بريم ديال اكس، اذا الشقاق ديال 4 اكس مربع زائد جوج اكس ناقص جوج، اذا مكتوبه على شكل جدر اي، وبالتالي غادي نطبق عليها هذه القاعده هذه. اذا اي التعبير اللي كاين داخل الجدر زائد جوج اكس ناقص جوج بريم على جوج الجدر ديال 4 اكس مربع زائد جوج اكس ناقص جوج. اذا الاشتقاق ديال 4 اكس كاري، الاشتقاق ديال اكس كاري هو جوج اكس، اذا غتولي 4 في جوج اكس يعني 8 اكس زائد الاشتقاق ديال جوج اكس هو جوج، والاشتقاق ديال ناقص جوج صفر. اذا هنا اذا 8 اكس زائد جوج على جوج 4 اكس مربع زائد جوج اكس ناقص جوج. اذا عندنا الامكانيه الاختزال بعدد اثنان، اذا كنعملو بجوج في البسط تبقى لنا 4 اكس زائد واحد، عملنا بجوج واختزلنا بها اذا على الجذر ديال 4 اكس مربع زائد جوج اكس ناقص اثنان. اذا هذه هي الداله المشتقة. الآن السؤال الموالي، بين أن ليميت ديال اف لإكس على إكس تساوي ناقص جوج. إذا هذا السؤال هذا تيمهد لنا المقارب. إذا ليميت ديال اف لإكس على إكس هي ليميت ديال الجذر 4 إكس مربع جوج إكس ناقص جوج على إكس ناقص لا نهايه. اذا حسبت النهايه ديال البسط ونحسب النهايه ديال المقام ونشوف. اذا حسبنا النهايه ديال البسط لدينا ليميت، اذا لدينا ليميت ديال الجذر، او نحسب النهايه ديال التعبير اللي كاين داخل الجذر ديال 4 اكس كاري زائد 2 اكس ناقص 2 في ناقص لا نهايه. هذه نهايه حدودية، إذا كنديرو النهاية ديال الحد الأكبر درجة، إذا ناقص لا نهاية أس اثنان هي زائد لا نهاية، وكذلك الليميت ديال إكس غيجينا ناقص لا نهاية. دونك إلا حسبنا هاد النهاية غيجيني زائد لا نهاية على ناقص لا نهاية، وهذا شكل غير محدد فورم انديتيرميني. إذا خصني ندير واحد التقنية من التقنيات لإزالة الشكل غير محدد، والتقنية الواضحة هنا هي غادي نحاول ندير التعميل. اذا باش غادي نعمل غنعملو باكس كاري. اذا ليميت ديال غادي نعملو باكس كاري، اذا ليميت ديال اكس كاري 4 زائد 2 اكس على اكس كاري ناقص 2 على اكس كاري، إذن على إكس. إذن داك الإكس كاري نخرجها من الجذر هي القيمة المطلقة ديال إكس، خصني دائما ندير القيمة المطلقة ديال إكس وعاد من بعد نحيد القيمة المطلقة. إذن جوج إكس على إكس كاري نختزلو بإكس يبقى لنا جوج على إكس ناقص جوج على إكس مربع، إذن على إكس. القيمة المطلقة ديال إكس كنعرفو كتساوي لنا إما إكس إلا كانت إكس موجبة أو
ناقص إكس إلا كانت إكس عدد سالب. دائما خصني نتابع هذه المسألة هذه. إذا عندنا إكس كتؤول الناقص للنهاية يعني إكس عدد سالب، وبالتالي كنحيدو القيمة المطلقة، بالتالي القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي لنا ناقص إكس. إذا هذه تساوي ليميت ديال ناقص إكس جذر 4 + 2 إكس، أو جلا إكس على زائد ناقص 2 / إكس² على إكس. إذا كنختزلو بإكس في البسط وفي المقام، كيبقى لنا ليميت ديال ناقص الجذر ديال 4 + 2 على إكس ناقص 2 / إكس². دابا كندير التعويض، 4 × 2 على الإنفيني دائما كتعطيني 0. إذا كيبقى لنا هذه كتمشي للصفر وهذه كتمشي للصفر، كيبقى لنا ناقص جذر 4 أي ناقص 2، وهي النتيجة المطلوبة. الآن غادي ندير الشق الثاني من السؤال اللي هو الليميت ديال اف الإكس زائد 2 إكس. إذا الليميت ديال اف الإكس زائد 2 إكس، إذا هي الليميت ديال الجذر 4 إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 2 ناقص أو زائد 2 إكس. إذا درنا التعويض المباشر، الليميت ديال الجذر كما حسبنا في السؤال السابق غيعطيني بلوس انفيني، والليميت ديال 2 إكس غيعطيني موان لانفيني، وبالتالي بلوس انفيني موان لانفيني هذا شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. إذا خصني نستعمل شي تقنية من التقنيات لإزالة الشكل الغير محدد. إذا هنا غنستعملو المرافق. المرافق ديال جذر أ زائد بي هو جذر أ ناقص بي، دونك ليميت ديال الجذر 4 إكس² زائد 2 إكس ناقص 2 + 2 إكس. غادي نضربو هاد التعبير هذا في المرافق ديالو اللي هو 4 إكس² زائد 2 إكس ناقص 2 + أو ناقص 2 إكس، وتنقسمو على نفس التعبير اللي هو 4 إكس² زائد 2 إكس ناقص 2 ناقص 2 إكس. إذا في البسط غيعطينا متطابقة هامة اللي هي على شكل جذر أ زائد بي مضروبة بجذر أ ناقص بي، إذا هي جذر أ مربع ناقص بي مربع. إذا الجذر ديال 4 إكس مربع + 2 إكس ناقص 2، التعبير هذا كله سي 2 ناقص 2 إكس مربع على التعبير اللي كاين في البسط، ناقص 2 ناقص 2 إكس. إذا نبسطو التعبير اللي كاين في المقام أو اللي كاين في البسط. إذا المربع كتمشي مع الجذر كيبقى لنا 4 إكس² زائد 2 إكس ناقص 2 ناقص، عندنا 2 إكس أو كاري يعني 2 إكس أو كاري هي 4 إكس مربع. 4 إكس مربع كتمشي مع 4 إكس مربع، إذا ممكن من هنا نخلي غير هاد التعبير هذا على البسط أو على المقام. إذا 4 إكس كاري زائد 2 إكس ناقص 2 ناقص 2 إكس. إذا دابا كذلك إلى أولنا فراغ غنلقى مازال غنلقى شكل غير محدد، وبالتالي هنا خصني ندير التعميل. إذا باش غنعمل غنعمل بإكس، إذا غادي نعملو في البسط وفي المقام. إذا الليميت ديال ناقص لانهاية، دونك غادي نعملو بإكس، يبقى لنا 2 على إكس أو غيبقى لنا 2، إذا غنعملو بإكس
كانت عندي جوج اكس بقات لي جوج، وعندنا ناقص جوج على اكس. نفس العملية غادي نعمل في البسط. اذا كما صوبنا قبيلة، فإلا عملنا غيكون عندنا ناقص اكس الجذر ديال 4x مربع زائد 2x ناقص 2. عفوا هذه اللي عملنا ما غتكونش هكذا، غتكون كما لقينا قبيله تكون هي 4 زائد 2 على اكس ناقص 2 على اكس اسيد 2 ناقص 2x. اذا الى عملنا فغنعملو تا بهاد الجوج غتولي غيبقى لينا هنا غير 2. اذا من بعد غنختزلو بالعدد اكس، اذا هو ليميت ديال 2 ناقص 2 على اكس في البسط. يبقى لينا الجذر ديال 4 زائد 2 على اكس ناقص 2 على اكس مربع ناقص 2. اذا دابا الا درنا التعويض فغنلقى شكل غير محدد، لان في المقام غادي نلقى غنلقى هنا زائد لا نهاية ناقص زائد لا نهاية، وفي البسط غنلقى ناقص لا نهاية، يعني الشكل غير محدد. اذا خصني ندير التعميل باش نحيد الشكل غير محدد. غادي نعمل اكس، اذا في البسط الى عملنا غيجينا جوج ناقص جوج على اكس، وفي المقام هاد التعبير هذا سبق لينا باش عملناه اللي هو الجذر. اذا غيكون هو ناقص اكس الجذر ديال 4 زائد 2 على اكس ناقص 2 على اكس مربع ناقص 2 اكس. اذا الى عملت انا باكس شنو غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي غادي نعمل بهاد اكس، اذا نعمل في التعبير الثاني، اذا هو ليميت 2 ناقص 2 على اكس. اذا نعملو باكس غيبقى لنا ناقص الجذر ديال 4 زائد 2 على اكس ناقص 2 على اكس مربع ناقص 2. دابا غادي ندير التعويض، غادي نختزل بعدا. اذا نختزلو شنو غادي يبقى لنا؟ التعبير نرجعو نكتبو هنا. اذا يبقى لنا ليميت ديال اش؟ ديال 2 ناقص 2 على اكس على ماذا؟ على ناقص الجذر ديال 4 زائد 2 على اكس ناقص 2 على اكس مربع ناقص 2. دابا غادي نديرو التعويض. اذا 2 على اكس غتمشي للصفر، دائما 2 على الانفينيه هي صفر، 2 على اكس اللي كاينه في المقام غتمشي للصفر. اذا شنو غيبقى لينا في البسط؟ غيبقى لينا 2، وفي المقام غتبقى ناقص جذر 4 اللي هي ناقص 2 ناقص 2 اي ناقص 4. اذا غتبقى لنا ناقص 1 على 2، وبالتالي فلقينا بان الليميت ديال اف لي اكس زائد 2 اكس كتساوي ناقص 1 على 2. اخر سؤال، استنتج معادله المقارب المائل لمنحنى الداله اف بجوار ناقص لا نهايه. اذا هذا السؤال 4 هو استنتاج ديال السؤال اللي قبل، وبالتالي حنا قلبنا على المقارب المائل ولقيناه. اذا لدينا ليميت ديال اف لاكس على اكس كتساوي لنا ناقص لا نهايه. اذا نقول بما ان، اذا بما ان ولدينا، اذا بما ان ليميت ديال اف لاكس على اكس مول لانفيني كتساوي ناقص 2، والليميت ديال اف لاكس زائد 2 اكس، اذا هذه في الاصل راه شنو هي؟ راه ليميت ديال اف لاكس ناقص ناقص 2 اكس، اكس يؤول الى ناقص لا نهايه، اذا تساوي ناقص 1 على 2. فان سيف يقبل مقارب مائل معادلته يغريك كتساوي لنا ا اكس زائد بي، اذا ناقص 2 اكس ناقص 1 على 2 بجوار بجوار ماذا؟ بجوار ناقص لا نهاية.